our aim of this talk is to expand the understanding of COVID-19 pandemic-related stressors and discuss possible protective factors for both parents and children's psychological well-being. أكيد كلنا تأثرنا نفسياً بالكوفيد 19 بدرجة أو بأخرى، كبير وصغير يعني. هنحاول نفهم في الأطفال بالذات التأثير ده أو جه إزاي، و how to protect يعني. Also we will try to highlight some observed bad impacts of COVID-19 restrictions on مقصود باللوك داون اللي هو الإغلاق أو الحظر الجزئي أو الكلي، بيسموه لوك داون أو شوت داون، بس خلوا كلمة الشوت داون دايماً للإيه؟ للكومبليت لوك داون. اللوك داون اللي هو الحظر سواء بارشيال أو كومبليت. وعلاقة الكلام البيهيفيرال مانيفستيشنز بالديموغرافيك باك جراوندز. زي الحرب العالمية الثانية وزي أحداث 11 من سبتمبر، العالم قبل الأحداث ديت غير قبليها. كذلك الكوفيد 19، العالم مش هيرجع تاني كما كان قبل الكوفيد 19 بدرجة أو بأخرى يعني، حتى لو الفيروس أو البانديميك اتغيرت أو بقت بناين يعني، اقتصاديا وسياسيا وكل المجالات يعني. اللوك داون والسوشيال ديستانسينج والهيجينيك ميجرز والفاكسينيشن خلاص بقت ويل استابليشد ان هي ذا موست امبورتنت ستيبس فور كنترولينج كوفيد 19 بانديميك واني بانديميك، حتى لو في بانديميك هتيجي تاني وده طبعا متوقع للاسف. تو سلو داون كوفيد 19، بعض الدول والمجتمعات عملت حظر سواء شامل او كامل او جزئي، سواء اكستنسيف ريستريكشن اوف بابليك لايف، ومنهم مصر طبعا. وفاكرين فتره الحظر الساعه 7 كانت في بعض العقوبات للناس، وشفنا فيديوهات الناس اللي بتبقى ماشيه في الشارع مخالفه كانوا بيتعرضوا للاهانه والضرب والاعتقال، وساعات حتى الغرامات انسايتو يعني كانت متنفذه بطريقه قاسيه جدا. الايفنتس والجازرنجز وير كانسلد، ريكريشن فاسيلتيز، الباركس، المولز، التورستيك ديستنيشن، ايفن ميني فاكتوريز وير كلوزد. الموظفين طبعا بداوا بقى اللي يفصلوه، بالذات العماله المؤقته، الناس بتشتغل تايم بارت او وركينج بارشلي او بيشتغل من بيتهم. المأساة الكبرى اللي شفناها ولمسناها العمالة اللي هي يوم بيوم دول فجأة كده ما عادش عندهم مصدر دخل، بقى زيرو يعني، ما عندهمش بقى لا تأمين ولا معاشات ولا رصيد في البنك. فطبعا اللي له عائلة حتى هو شخصيا بقى مفلس بالمعنى الحرفي للكلمة. سواء الريستريكتيف لوك داون سواء بارشال او كومبليت له طبعا تأثيرات سايكولوجيكال على الويل بينج اوف تشيلدرن ياسس اند زير فاميلي. السوشيال ديستانسنج في حد ذاته، تخيل بتقول الطفل انت مش هتشوف جدك بقالك 6 شهور، مش تقدر تشوفه او نقدر نزوره، او هو في المستشفى، طب اروح اشوفه في المستشفى ممنوع يعني. كانت في شويه حاجات اجتماعيا فيري دراماتيك. الغريب بقى ان في زي ما القمر له وجه مضيء له وجه اسود او دارك ومليء بالحفر، والعمله لها وجهين، في بوزيتيف سم اوت كم اوف لوك داون. واحد هيستغرب ايه البينفيتس اللي ممكن ناخدها، not only negative consequences but some positive. بالذات المور فاميلي ساتسفاكشن، الاطفال بداوا يحسوا بالفاليو، بقيمه الوقت اللي بيقضيه معاهم الاب والام، واللي بتقضيه العيله مع بعضها، رغم انه في ظروف مش حلوه، لكن الاديشنال تايم اوف سوشياليتي اند فاميلياريتي بقى افضل لهم. طبعا ده بيعتمد على الفاميلي سيستم، اذا كان عنده انف ريسورسز. الاب اللي هو قاعد بقاله 6 شهور ما راحش شغله، لو هو عنده مرتب شغال والمكان اللي بيشتغل فيه ملتزم هيديله مرتبه، مفيش مشكله. لكن المشكله في الناس اللي بتشتغل باليوميه او بتشتغل بالقطعه زي ما بنسميها. في بوزيتيف، البوزيتيف اوت كام بيعتمد برضو اذا كانت العلاقه اصلا بين الاب والطفل كويسه من قبل الكوفيد 19 لوك داون. لكن لو العلاقه سيئه اصلا كانت هتزيد المشكله، لو هو اصلا بيهين ابنه او بيعمل له تشايلد ابيوز او بيعمل له كوربورال بانشمنت كانت هتبقى المشكله اكبر. لكن لو الامور من الاول كويسه هتزداد تحسنا يعني. ده بيعتمد على الديموغرافيك باك جراوند اوف ذا فاميلي. طبعا كمان من ضمن البوزيتيف امباكس ان بدانا نهتم بالسوشيال ميديا وبالانترنت وباستخدامه الصح يعني. الاطفال كانوا بيستخدموه بدون اي ملاحظه مننا، بدا الاهالي يستخدموه مع اطفالهم عشان التيتشنج وعشان الامتحانات وتسجيل والمدارس والكلام ده كله. البانيك اللي اصيب بيه البيرنتس بالذات اثناء الكوفيد 19 بانديميك، اول حاجه ان عندهم ستريس ليفل عالي، بدات يلاحظوا مشاكل في صحه اطفالهم. وطبعا اي طفل دلوقتي كان بيكح او بيسخن شويه بيشك ان هو عنده
كورونا او كوفيد 19 disturbed well-being المزاجهم بقى very bad الاطفال او ذات الياسس اللي هم اليافعين او البري ادلسنت وبدا يبقى فيه مشاكل في السلوك. كمان في ظاهره ظهرت بقت documented what's called post traumatic stress disorder هتكلمنا عنها الاستاذ دكتور عزه يوسف بالتفصيل بقت اعلى وبالذات الناس اللي تعرضوا للكومبليت كارانتين يعني الناس اللي دخلت مستشفى وقعدت في الانتنسيف كير ممكن شهر وقعد بعد كده في اوضه عاديه كمان شهر ده كومبليت كارانتين تقريبا بيطلع فعلا عنده صدمه ما يشبه الصدمه النفسيه مسمها وهي ترم قديم مش جديد يعني بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر او سندروم. برايمري تشالنج للتشيلدرن معظمهم بيبقى مشكلته انه مش يقدرش يتواصل مع اصحابه ساعات بتبقى بالنسبه له مشكله اكبر من تخيلنا يعني. الكوفيد 19 وعلاقته بالاطفال المصريين واضحه جدا لان 52% من الايجيبشن بوبوليشن children and diocese يعني حوالي 50 مليون وال 50 مليون الادلت التانيين هم المسؤولين عن الطفل وبيتعاملوا معاه وممكن يكونوا مصدر عدوى او هم يلقطوا العدوى من الطفل ده يعني الكوفيد 19 ما سابش حد او طائفه معينه حتى لو كنا في الاول بنقول لا الاطفال ما بيجيلهمش كورونا كل ده حتى ما عادش موجود وكان حتى لما بيجيلهمش بيعانوا من مشاكل نفسيه وسلوكيه يمكن اخطر من الكورونا نفسها. الفاميلي افكشن طبعا مش اهم حاجه الفاميلي الفاينانشال سيكيورتي فجاه ظروف الشغل اختلفت تماما فما عادش في امان خالص في الحياه الاقتصاديه وبدات الناس تقلق على اعمالها الخاصه يعني احنا نفسنا حتى في عياداتنا اكيد ما رجعتش لسابق عهدها حتى الان حتى لو زادت عند بعض الناس شويه عشان هو مثلا شيست سبيشاليست او بالمونولوجي ممكن لكن الاغلبيه الشغل عندنا قل جدا بسبب هذا الوباء. طبعا كمان المشكله ان احنا بتواجهنا وبتواجه حتى الدكاتره الصغيرين والكبار واللي شغالين في الانتنسيف كيرز وغيره فرصه التعرض للانفكشن والفيرال لود كلهم قاعدين في وسط النار يعني احنا شبه رجال الاطفاء كده اللي بتقول له روح طفي الحريقه ديت واتصرف عرضه طبعا ان ممكن ينقذ 2 و3 و10 وهو نفسه يصاب بحروق شديده او حتى يتوفى وشفنا في الوايت ارمي كام واحد ماتوا نتمنى ان هم ربنا طبعا هو اللي هيحتسبهم شهداء بس نفسنا الدوله نفسها تحتسبهم شهداء لان هم فعلا يستحقوا هذا اللقب يعني اذا كانوا محتاجين العطاء ده من حد يعني. طبعا الاطفال اللي بيتعرضوا للي هو ما فيش اي دخول لمدارس او حضانات والمدارس اتقفلت لشهور ويمكن سنه او اتنين فبقى الطفل محتاج رعايه كامله من الاب والام كان قبل كده ممكن 6 ساعات بتوع المدرسه الام بتبقى مريحه دماغها شويه والباقي هي بتتكفل بيه لكن ال 24 ساعه الطفل قاعد في البيت هو باباه والام او الاب والام بيراعوا هذا الطفل. طبعا مع الاسترس اللي فيه الاسره ممكن الطفل محتاج ايموشنال سبورت ومحتاج بلاي ومحتاج كير الام والاب في حاله اصلا مش ناقصينه زي ما بيقولوا وعندهم استرس في اكتر من مجال فالطفل بيلاقي السبورت اللي بياخدوا منهم مفيش سبورت او انكونسيستنت سبورت او ويك سبورت. طبعا الـ 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 الاطفال الاصغر شويه ممكن ما يقدروش الموقف ما عندهمش تقدير ليه الناس كده حبسانه ليه ما بنخرجش زي زمان ليه ما بتفسحش زي زمان مش فاهمين وبيبقى عندهم احساس بعدم الامان والليك اوف كنترول. طبعا ما فيش عندهم كمان الايموشن السيلف ريجوليشن الواد بيبقى قلقان من الحبسه نفسها الآن من التعليمات اللي بتجيله لا ما تشيلش الحاجه ديت ما تحطش الحاجه دي في بقك اوعى تاكل الحاجه ديت اغسل ايديك في اليوم 50 مره البس الماسك كل شويه كل التعليمات ديت بتصيب الطفل بالانكزايتي. طبعا الكير جيفرز ما تطلبش من صاحب او فاقد الشيء لا يعطيه الاب اللي عنده مشاكل في تصل الى حد البور منتال هيلث الانكريز دي فير والفراستريشن والسنس اوف ايزوليشن هو الاب والام بيعانوا من هذه المشاكل وطبعا الطفل محتاج انه يقرب لهم يجي يقرب لهم يلاقوهم هم نفسهم محتاجين رعايه ومحتاجين كير فبتبقى المشكله ان البريشر هنا او الاسترس اللي في الاب والام او البيرنس بيتنقل للطفل نفسه هو بنفسه بيحس ان الجو كله زي ما بيقولوا مكهرب او ستريسفول سيتويشن. طبعا الفريندشيب الطفل اللي بيفتقدها ديت لها رول غريب جدا في الاطفال وبالذات البري سكول والياسز او بري ادرسنت البيرسونال انتر اكشن مفيش بقى الطفل بيتعاملش مع حد غير الاطفال اللي في البيت ويمكن حتى اللي في نفس الشقه يعني مش اطفال حتى الجيران او غيره تخيل بقى لو مفيش اخوات له الطفل اكيد المعاناه بتبقى بتاعته من الموضوع ده اكبر يعني التشالنجنج هنا بيبقى الفريندشيب بتدي للطفل ريسيبروكال اسيستنس اند سبورت في الايموشن ريجوليشن ابيليتيز بتدي له مجموعه الاطفال كومن كونتكست
موضوع مشترك ما بينهم، بيشجعوا نادي واحد، بيلعبوا رياضة واحدة، بيحبوا مزيكا واحدة أو أغاني معينة، لهم أكتيفيتيز معينة مشتركة ما بينهم، وبتعمل لهم جو من السبورت والإبراز المواهب. كل ده بينتهي باللوك داون. طبعا البري سكول تشيلدرن بيتعرضوا للاكسترايزنج مانيفيستيشن نتيجه اللوك داون، والسوشيال كونسيكونسز بتبقى ساعات خطيره تصل الى حد الفيرز والفوبيا والانكزايتي، احنا بنسميها اكسترايزنج سيمبتوم، باينه على الطفل. او ساعات انتي سوشيال بيهيفيرز، الطفل بيتعرض للريستريكتيف ميجرز ومش محدش عايز يفهمه قوي، او بيعاقبوه مع كل خطا، وساعات العقاب لا يتناسب تماما مع الخطا، فالطفل بيتعرض لكوربورال بانشمنت، فبيبتدي يتصرف، بيحاول يرد على، يعني ممكن الميس بتاعته زعقت له او ضربته، بيمد ايده او بيرد عليها بشتيمه، لان هي بتعاقبه عقاب مبالغ فيه ومحدش فهمك اصلا ليه، ايه الخطا وايه الصواب. فده بنسميه سايكولوجيكال تشالنج. السكول تشيلدرن بيبقى عندهم انكزايتي، السكول تشيلدرن بيبقوا كبروا اكتر بقى، وشافوا حالات وفاه في الاسره، وحالات في الانتنسيف كير، وحالات تعبت الى حد ان اتمنع عنها الزياره، وممكن يكونوا فيري كلوز جراند فازر، جراند ماذر، انكل، انت، غيره. فالطفل بيبتدي كمان يخاف على نفسه وعلى صحته، اون هيلث، ان هو ممكن يبقى زيهم. والسكولاستيك بيرفورمانس بتاعه، وشفنا اطفال كتير كانوا من الاوائل وشاطرين، حتى بعد المدارس ما رجعت ما رجعش لطبيعته تاني، وهو خلاص يعني تقريبا تعود على ليفل معين من المذاكره او طريقه معينه. وكمان بيبتدي يخاف على السبورت بيرفورمانس بتاعه، بيخاف من نوفل ديزيز، مرض جديد خالص، وحتى ممكن يفاجئ ان اللي حواليه مرعوبين زيه، يعني الاب والام لما يجي حد يتكلم قدامهم ان فلان النهارده قابله فلان وطلع عنده كورونا، يبتدوا يبان على علامات الفزع عليهم، يروحوا يعملوا التحاليل وغيره. طبعا بيدي مال ادابتف اوت كم، وبالذات لو ما حدش اتعامل معاها بالطريقه الصحيحه. الديموغرافيك فاكتورز اللي بتاثر على الريسبونس ده، بنلاقي فروقات كبيره جدا. عائلات انتظمت والموضوع عدى فيري سموز، يمكن فيري فروتفول كمان، ما حصلش حاجه. بيعتمد على الفاميلي كوهيجن، الترابط العائلي، عائله مترابطه ومتفاهمه، وعندهم حظهم الحلو او امكانياتهم الكويسه، عندهم روف مثلا او عندهم جنينه كبيره، عندهم مساحه واسعه، فرصه للالعاب. والاب بالعكس، يمكن الاب والام اخيرا بيقعدوا بالساعات مع اطفالهم. فبيعتمد على الفاميلي ريسورسز والفاميلي كوهيجن. طبعا الاسره اللي فيها تو بيرنتس بيشتغلوا او موجودين، لكن سنجل بيرنت في الناس الديفورسد، الناس السيبريتد، سنجل ماذرز بره في اوروبا، ومعظم الكلام ده من ابحاث امريكا في انجلترا والدول اللي كانت عامله سيلكت لوك داون. ايطاليا معنا الريفرنس موجوده، ايطاليا والمانيا واسبانيا وانجلترا، الاربع دول دولت وصلوا لمرحله الكومبليت لوك داون. طبعا الصين مش هنتكلم عنها، لان احنا شفناهم هم بيلحموا البوابات بتاعه العمارات عشان الناس ما تنزلش، يبعتوا لهم الاكل في السلال من تحت والادويه الى هذا الحد. يعني في ناس كان حبس انفرادي بمعنى الحرف للكلام. فهنا التو بيرنتس فاميلي بتبقى افضل بكتير من الليس، من السنجل بيرنتس فاميلي اللي هي واحد فقط اللي بيصرف على العيله. لو دخله تاثر العيله دي هتفقد كل السيطره يعني. طبعا برضو لما يكون الطفل له اكتر من اخ، على الاقل هيقعد يلعب معاهم بقى، وبدل ما كان بيضربهم او بيزهق منهم هيبتدي بقى يحبهم ويقرب منهم، ويتحايل عليهم كمان ان هم يكلموه ويلعبوه، غير الوضع الاولاني. طبعا كل ده بيبقى كورليتد جدا بالبرنتال اديوكيشنال والكالتشرال والفاينانشال ليفل. اكيد البيرنتس لما يكونوا هايلي اديوكيتد بيعرفوا يتصرفوا ويتابعوا وبيقروا، فبنلاقي الحالات اللي فيها بيهيفير ديستربنس، هايبر اكتيفيتي وان اتنشن، اقل بكتير في العائلات الويل اديوكيتد الويل تو دو. يعني الايدج فاكتور، مع كل ما بيزيد الايدج بتاع الطفل بيفرق في حاجه. الطفل التشيلدرن مثلا ما بيزيد الايدج بيبتدي يفهموا اكتر ان هم ما يقدروش يشوفوا اصحابهم، وده كلام ما فيهوش هزار وبينفذوه، وان الظروف دي مؤقته وهتعدي وكلنا هنعدي منها. All we can survive. الاطفال الاكبر شويه بيبقى عندهم المشاكل الايموشنال اقل، اكتر ايموشنال اكتر، لان هم واحده مثلا بنت داخله في مرحله الثانوي او كده، وبقت لها شله وحبايبها واصحابها وصاحبتها، كل دول بتفتقدهم. لكن بيبقى عندهم ليس كوندكت ديس اوردر، يقدروا يتحكموا في تصرفاتهم، مفيش هايبر اكتيفيتي، مفيش اجريشن، مفيش انتي سوشيال بيهيفير. طبعا الاطفال الاكبر شويه اللي هم البري ادولسنس بيبقى عندهم خلفيه ازاي الفيروس بيتنقل، وازاي يقدروا يحموا نفسهم ويتجنبوا هذا المرض.
الهاوسنج سيتويشن طبعا مش هنحتاج نعيد فيه تاني، لان قلنا لسه حالا العيله اللي عندها بلكونه واسعه على الشارع ويقدروا يحطوا فيها شويه زرع وشويه العاب بسيطه كده للاطفال، او روف يبتدوا، وناس كتير عملت الفكره الجميله ديت، يوضبوا الروف ويزرعوه ويحطوا فيه برجوله والعاب بسيطه، بتبقى كانها بارك صغيره للاطفال، بتحل مشكله كبيره جدا. مش عايزين خروجات بقى، ده الاب والام موجودين والالعاب موجوده والاكل موجود والامان كله موجود. طبعا العكس تماما مع الناس اللي عايشين في السلامز والاماكن العشوائيات او الاماكن اللو سوشيو ايكونوميك ستاندرد نيبرز. طبعا بيعتمد في الاخر على الفاميلي فاينانشال سيتويشن. كانت المشكله الكبيره دايما في اللوك داون التاثير الاقتصادي الرهيب على الناس. طبعا المشكله بقى الاكبر اللي ممكن هنعيشها شويه، مش حتى لو كوفيد انتهى، اللي هي الارتباط، او ممكن نسميها سكند ويف اوف سوشيال ميديا بانديميك. يعني الكوفيد ممكن ينتهي وتستمر السوشيال ميديا. طبعا احنا كنا قبل كده، قبل بري كوفيد، كنا بنحاول نتخلص من السوشيال ميديا على قد ما نقدر، او نعلم الاطفال ازاي يتعاملوا معاها صح. دلوقتي احنا اللي بنتحايل عليهم يستخدموها عشان يذاكروا ويمتحنوا ويعدوا بيها، فهم استخدموها بقى بمعرفتهم، يعني فتحوا على الرابع زي بيقول. طبعا وبقى كمان من ضمن المزايا او من ضمن المطلوب من الجود بارنتنج انه يتعلم ازاي يتعامل مع السوشيال ميديا. ياما اباء لحد هذه اللحظه، يعني مثلا 80% من الاباء والامهات ما بيجوديش استخدام السوشيال ميديا. اكيد النسبه دي قلت جدا بعد الكوفيد، بدات ناس كثيره تجيب بقى سمارت فونز وتجيب لابتوبز وتشترك في الباقه وتبتدي تخش على النت هي كمان، وكل واحد برضه بيستخدمها حسب كل يغني على ليلى. يعني الجدول ده شهير جدا بتاع الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك اباوت سوشيال اباوت ميديا عموما، مش سوشيال بس، سوشيال او ماس ميديا يوز فور او كونسومشن باي تشيلدرن. بس ده نعتبره من الماضي خلاص، من التاريخ، لانه بري كوفيد ايرا. يقول لك من 0 ل 2 ناثينج از الاود، لا تلفزيون ولا سمارت فون ولا فيديو جيمز. ماشي سنتين صحيح ممكن، لكن سنتين لخمسة برضه ناثينج از الاود اكسبت تي في فور 1 اور فور ان اور. من 5 ل 12 nothing is allowed except TV for 2 hours. طبعا من 12 ل 18 اللي هم البري ادلسنس والياسز يقول لك ايه، كله مسموح بس ما يزيدش عن ساعتين توتال. يعني اذا استخدم التلفزيون ساعتين يبقى ما فيش النهارده بقى نت وما فيش فيديو جيمز. مين اللي يقدر يمشي الكلام ده على اولاده؟ يورينا الشطاره يعني. فبقى بري كوفيد تيبل يعني. طبعا لان السوشيال ميديا اوفر يوز وبالذات مع الكوفيد بتعني مور سايبر بولينج، مور ايزوليشن، مور ديبريشن، مور انفيديليتي اند اجريشن، توكسيك انستغرام. حتى الشركات نفسها معترفه، يعني شركه فيسبوك معترفه ان في حاجه اسمها توكسيك انستغرام افكت وتوكسيك فيسبوك افكت. وشفنا ناس حالات الانتحار وغيره، انترنت ادكشن، جامبلينج، فايولنس اند سوشيال بيهافير، مور فايولنت فيديو جيمز. طبعا العلامات اللي الام ممكن او الاب ياخدوا بالهم منها ان الطفل بدا يخش في مرحله الانهيلسي نتوركينج. انهيلسي نتوركينج بيستخدم الانترنت بطريقه خطا، فيكيوزنج بروبلمز، ما بيركزش، ما فيش اهتمام بالعلاقات الخارجيه واهتمامه كلها بالسوشيال ميديا، ما فيش اهتمام بالواجبات والمسؤوليات. يصحى من النوم عنده امتحان مثلا الصبح في نفس اليوم، ينسى حتى ان في امتحان ممكن، ويخش على النت يشوف بس الفيسبوك بتاعه عامل ايه. ممكن يبقى في تيبيكال وذرول سيمبتومز لايك ادكت اجيتيشن وفيجيتنج. لو ما حرمته من النت 6 ساعات تفاجئ ان هو رفض واصيب بحاله تشبه الويزدرول بتاع الادكشن. يعني البرنتال ميديشن او الانترفيرنس، ازاي الاهالي يتصرفوا، يا اما طريقه من الاثنين دولت او الاثنين مع بعض. اكتف ميديشن ان هو يتواصل ويبتدي هو نفسه يشارك الطفل ويشجعه، وشجعه انه يمارس رياضات، مش لازم يطول الرياضات، حتى في البيت زي جيم صغير كده في بيتهم او غيره، او ريستريكتيف ميديشن يتدخل بقى في الوقت المناسب، يحط لا ده البرنامج دي تشوفها او الحاجات دي تشوفها او الصفحات دي تفتحها والصفحات دي لا، ويبتدي يستخدم الفلترز والمونيتورز عشان يحمي طفله من هذه المشاكل. اخيرا خلصنا يعني عشان بعد الوقت بعد كده. كونكلوجن، سايكولوجيكال ويل بينج اند بروبلمز اوف تشيلدرن اند فاميليز ديورينج ذا ستريكتست كوفيد 19 بانديميك لوك داونز اور شات داونز ار سو فار كورليتد. Both parents and children experience a high level of stress lead to reported internalizing and زي ما قلنا اللي هو الديبريشن والايزوليشن، او externalizing problems زي الفير والفوبياز والانكزايتي. Several demographic variables correlate with families and children coping with COVID-19 pandemic, but most important ones seem to be parent status, سواء بقى educational او financial, housing condition, financial safety, and sibling status.
take-home message, complete extensive lockdown was nearly catastrophic like the COVID-19 pandemic itself. يعني كانت أثاره أكتر من, وفي حالات توفت من المرض, الأمراض التانية ويمكن من الجوع أكتر من الكوفيد-19 على مستوى العالم طبعا. وفي مصر يمكن عندنا مشكلة الأرقام, ما بنحبش احنا الأرقام, الله أعلم بقى إيه اللي حصل بالضبط في الموضوع ده. governmental policies دي اللي احنا بنأكد عليها, must facilitate maintenance of social relationships على قد ما يقدروا, ما فيش حاجة بقى اسمها تاني, لأنه ما ينفعش. يعني كان في كومبليت أيام الحظر ده, الأماكن احنا كنا فيها كان ورانا بشارعين ثلاثة القهاوي مفتوحة والناس مع نفسها, وأماكن تانية عشان قريبة شوية من نقطة البوليس أو مركز الشرطة فالناس خايفة فكله ملتزم. يعني كان 90% من الشعب مش ملتزم و10% هم الملتزمين بالحرف يعني. ففي مش حاجة بقى تانية اسمها complete shutdown أو complete lockdown, بيبقى partial, وما زلنا طبعا لسه في الموجات موجودة والكورونا لسه شغالة الله ينور يعني, فمش هنقول بقى ان احنا خلاص فكينا, لا ما فكناش ولا حاجة. ولازم يبقى في تركيز على الفاميلي اوف لو فاينانشال ريسورس. اهم حاجه في القصه دي على فكره الفاينانشال ريسورس دي اللي بيشتروا بيها حتى الماسكات وبيشتروا بيها الجل والانتيسيبتكس يعني. فاينانشال سبورت وبالذات العائلات اللي في الباد هاوسنج لازم يبقى فيها برضو مور اند مور سبورت. This is our reference and finally thank you. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر دكتور عبد الرحمن المشاد ودكتور مجدي كامل على دعوتهم الكريمة, وطبعا تواصل الأستاذ الدكتور طارق